لولا نظرات عينيها لظن ناظرها أنها فارقت الحياة أو أنها جثة تنتظر إكرامها بالدفن. فكل ما في فاطمة قباء يدل على أن المجاعة فطمتها على الموت. وجهها الشاحب، جسدها النحيل الواهن، عظامها البارزة، أطرافها المشدودة، كلها تدل على أن الموت يقترب من سريرها. لكن هذه الطفلة اليمنية متمسكة بالحياة، كرمال عيني أختها التي تحملها أملاً على أمل في الشفاء. قد يفاجأ كثيرون إن علموا أن وزن فاطمة بات أقل من عمرها، وبلغة الأرقام فإن ابنة الثانية عشرة بات وزنها 10 كيلوغرامات، فجسدها استهلك مخزونه من الدهون تماماً كما استهلكت الحرب مخازن اليمن التي لطالما فاضت خيراً. مخزون الدهون في الجسم استهلك تماماً وأصبح الجلد على العظم، فهي الآن بتستمر تقريباً مدة شهر كامل تأخذ الرعاية الطبية والدعم النفسي. تعيش فاطمة وذويها تحت شجرة في حجة، فالحرب دفعتهم إلى الفرار من قريتهم عند الحدود اليمنية السعودية، لكن وبالرغم مما حل بهم من ويلات تتمسك بفرصتها الأخيرة. الحصار ما زال، القصف والحرب ما زالت موجودة، يعني قضت على المياه، قضت على التعليم، قضت على كل مقدرات الإنسان. بالكاد على وجبة واحدة تعيش آلاف الأسر اليمنية، فأمثال فاطمة كثر، بات عددهم 14 مليون يمني يقفون على شفا حافة المجاعة، رقم كبير لكارثة إنسانية هزت العالم، لكنها في ميزان الحرب ومصالح الدول لا ثقل ولا وزن لها.